الجزائر تشدد على ضرورة بعث المسار السياسي بمشاركة طرفي الصراع. تعليقكم على الموقف الجزائري؟ الموقف الجزائري كما يعلم الجميع، وهذه مناسبة لنعبر عن عميق الامتنان والشكر للجزائر لموقفها المبدئي والتاريخي من القضية الصحراوية، ولا بالفعل لا تسع الكلمات هذا التعبير عن الامتنان والشكر لجزائر الثورة والمجد. الجزائر الآن هي عضو غير دائم في مجلس الأمن، ودورها في مناقشات المجلس معلومة للجميع، وما لعبته من دور فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أعتقد أنه دور تاريخي سيذكره الجميع لعدة أجيال قادمة. ما الموقف الذي أكد عليه وزير الخارجية الجزائري اليوم في لقائه مع السيد ستيفن دنستورا وبعد ذلك في لقائه مع المسؤول الأمريكي السامي هو موقف ثابت ينبع من دفاع الجزائر عن احترام قرارات الأمم المتحدة التي تحدد بوضوح طرفي النزاع، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب ودولة الاحتلال المغربية. إذا سبيل الحل واضح وخارطة الطريق واضحة، وإن كان ثمة أي مشاكل فتلك هي مهمة المبعوث الشخصي في أن يوفر الظروف الملائمة لكي تستأنف العملية على أساس الحوار والمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع من أجل التقدم باتجاه حل العدل والدائم الذي كما قلنا مرارا وتكرارا لا يمكن أن يكون إلا ذلك الحل الذي يحترم بالكلية حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة وغير القابل للتقادم في تقرير المصير والاستقلال.